وسط حضور جماهيري متوسط استضاف الفيصلي ضيفه الهلال الذي يبحث عن استعادة صدارة الدوري ولو مؤقتا قبل ديربي الرياض يوم الخميس القادم. بداية الشوط الأول ضغط هلالي بحثا عن التسجيل تحسبا لأي مفاجآت فيصلوية. كامارا كاد أن يباغت شراحيلي بالهدف الأول برأسية جميلة بعد ركنية نفذها بلبوا بكل إتقان. الميدا حاول التسجيل بعد عرضية رائعة من عبد العزيز الدوسري أبعدها منصور النجعي بكل بسالة. بفاصلة مهاري إدواردو يتلاعب بدفاع الفيصلي ويدخل منطقة الجزاء ليسددها على يمين النجعي إلى خارج المرمى. في الربع ساعة الأخيرة طغت السلبية والعشوائية على أداء الفريقين، فلم نشاهد أي تكتيك أو كرة مرسومة، بالإضافة لإضاعة العديد من الفرص السهلة. ديغاو الهلال سجل لكن راية الحكم ألغت الهدف بحجة التسلل. في الشوط الثاني حاول دونيس إنقاذ ما يمكن إنقاذه بدخول سالم الدوسري وخروج خالد كعبي لتنشيط خط الوسط. بدون أي مقدمات دخل الدوسري أجواء المباراة بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم خط الدفاع بالمرصاد. مع البحث الهلالي عن التسجيل، البريك ينطلق من الجهة اليمنى ليلعب كرة مقوسة للبرازيل الميدا الذي يلعبها برأسه ضعيفة تصدى لها النجعي بكل سهولة. عبد العزيز الدوسري الغائب عن أجواء المباراة أضاع كرة سهلة بعد تسديدها بعيدة عن الخشبات الثلاث. البريك يعود مرة أخرى بعرضية رائعة للمتمركز ياسر الشهراني يلعبها قوية برأسه ليتصدى لها النجعي بكل إتقان. ياسر القحطاني يستعد للدخول بحثا عن حسم نقاط المباراة، ولأن الكبار دائما ما تكون لهم بصمة، القناص يسجل الهدف الأول للهلال برأسه الذهبية بعد عرضية جميلة من البرازيلي إدواردو، لينهي الحكم خالد صلوي اللقاء معلنا عن فوز وصدارة هلالية.